انت قبل شويه اثرت نقطه انه العراق ما زال تحت الوصايه الدوليه، واريد اسال بهذا الاتجاه، يعني من خلال التصريحات الامريكيه، الصحافه الامريكيه تبدا او تشعر ان الخطاب الامريكي تجاه العراق في بعض الاحيان خطابا منفعلا. زور روحاني يجي الى العراق وهي قضيه خاصه عراقيه، تطلع المسؤولين الامريكان يقولون تحول العراق الى محافظه ايرانيه، يجي العراق يفتح الحدود ما بين سوريا وما بين العراق، يقول لك انه فتح الحدود هو خدمه لتمرير الاسلحه للحرس الثوري وخدمه الى بشار الاسد. زين طيب شنو اللي انا اسويه حتى انت ترضى؟ غير انت تقول لي انا دوله وذات سياده وبالتالي انا اتخذ قرارات بما يتناسب مع مصلحتي، اذا انت كل قرار تخلي عليه خط احمر. شوف الايرانيين استثمروا بالمنطقه استثمار مجاني استاذ نجم، وللاسف هذا الاستثمار مر، انا ذكرتها في عده قنوات، هذا الاستثمار مر من الصراع الطائفي وغياب مفهوم العروبه اللي اكلتها مفهوم القوميه العربيه للاسف، وانتفى مفهوم العروبه، وبالتالي العروبه اللي هي حاضن وجامع لكل الطوائف والأديان والمذاهب، ما يختلفون اثنين، اليهودي عربي، المسيحي عربي، الشيعي عربي، السني عربي. طيب. وبالتالي هذا المفهوم، مفهوم العروبة عندما غاب مر حقيقة ورفع منسوب العداء للأكراد أيضا ساهم في ذلك. مع الأسف بعض الجهات العربية رفعت المنسوب العداء للأكراد فهددت وحدة الوطن. اليوم علينا العودة لمفهوم الآتي، العروبة والأخوة مع الأكراد. هذا يحمي العراق اولا ويحمي المنطقه العربيه. الايرانيين وحتى الاتراك استثمروا هذا الصراع الطائفي، هذا دعم السنه وذاك دعم الشيعه، وفككوا وحده العراق ونسيجها. هذا شو ولد؟ ولد استثمار مجاني. الايرانيين قل ايش قد خسروا بشر من هذا الصراع، بدا بالعراق الى في سوريا الى اليمن، ايش قد من طين؟ 1000 2000 اكثر 3000 5000، احسب دماءنا اللي راحت ايش قد، ملايين لو مو ملايين، لا تعد ولا تحصى. صح لو مو صح؟ هذا على مستوى الأموال، الدولة العراقية تدفع الأموال للحشد الشعبي، صح لو مو صح؟ ينكر هذا الشيء بموجب قانون. حزب الله كان تمويله ذاتي عن طريق أنشطة تجارية في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا. تعرف اللبنانيين خصوصاً أهالي جنوب لبنان يشتغلون بأوروبا يحلون مرتباتهم، كانت تدعم المقاومة، تعرف هاي الحقيقة؟ الآن صار تضييق عليهم، فبالتالي يعني الإيرانيين ما فتحوا خزائنهم وشاوا أموال شعبهم الإيراني وصرفوا على باقي الدول، هاي حقيقة.